حكمنا في البداية على جيل تيورينج من انفيديا كان حكم نقدر نقول زي ما كنا بنقول في كلية حقوق، حكم ناقص الأهلية. والسبب الرئيسي في الحكم ده هو إن انفيديا استعجلت قوي في إنها تنزل بالجيل الجديد بمميزات زي ما قلت هي جديدة تماما على سوق الجيمينج، وفي نفس الوقت الشركات المطورة للجيمز ما كانتش على نفس الدرجة من الاستعداد في إنها تطبق كل حاجة بحذافيرة زي ما انفيديا كانت مخططة. وبرضو ده نقدر نقول عليه نوع من أنواع الاستعجال من الاتنين الحقيقة، انفيديا ومطوري الألعاب، خصوصا اول مطور تبنى الموضوع ده وكانت شركة دايس. لكن دلوقتي مع تواجد 3 العاب كاملين بلايبل مش مجرد ديموز او العاب في مرحلة الايرلي اكسس، نقدر نقول ان فعلا تقنية الري تريسنج بتقدر تقدم فيجوال ممتازة مع تواجد 3 في اللعب بفضل تقنية الدي ال اس اس اللي غالبا او نقدر نقول انها انقذت الجيل ده من الضياع، بسبب ان الري تريسنج لوحده ما كانش عنده القدرة في انه يحاول يحافظ على متوسط الفريمات مع فيجوال كويسة. لكن بعد دي ال اس اس الدنيا اتغيرت، مش عاوز اقول انها اتشقلبت لان في انتقادات كتير للتقنيه وللجيل كله الحقيقه، لكن الفكره من الالف للياء لازالت من وجهه نظر تقنيه بحته هي فكره ممتازه وثوريه. وعشان الثوريه دي تكمل لو حطينا الكارت ده من جيجا بايت في عين الاعتبار سعر اداء مميزات، هل هو افضل اوبشن؟ نسخة الكارت من جيجا بايت هي الجيمنج برو او سي، تقدر تقول كده انها الميد رينج الكروت جيجا بايت المعتمدة على شريحة انفيديا تيو 106، الشريحة اللي بتكون بمواصفات واحدة في اي نسخة من حيث عدد الكودا كورز والار تي كور والتنسور كور. وكالعادة الكارت ده رماته بحجم 6 جيجا بايت من نوع جي دي دي ار 6، لكن الاختلاف بيكون في تردد الشريحة نفسها. تردد الكارت ده من جيجا بايت هيكون مقصور السرعة مقارنة بالنسخة الفاوندرز اديشن من انفيديا، بالتالي ده هينعكس على الاداء. الكارت جاي بتردد بيوصل ل 1830 على البوست، في حين ان النسخه القياسيه من انفيديا هتوصل على البوست ل 1680 ميجا هرتز. بالنسب كده كارقام كارت جيجا بايت اسرع من كارت انفيديا في التردد بحوالي 9%. الكارت بيعتمد في التبريد على تصميم جيجا بايت باسم ويند فورس 3 اكس، النسخه 3 اكس بيكون فيها 3 مراوح تبريد. الهيت سينك نفسه بيتكون من 4 انابيب حراريه من النحاس متوصلين ببلوكين شرايح الومنيوم بطول الكارت، وفي نفس الوقت في اتصال مباشر مع الجي بي يو، يعني هنا مفيش البلوك اللي هيفصل ما بين الانابيب وما بين الشريحه نفسها، التوصيل هنا مباشر. الانابيب هنا زيها زي اي انابيب في اي كارت تاني، مفرغه من الهواء ومن السوائل، لكن جيجا بايت غلفتها بطبقه تانيه فيها نوع من انواع السوائل اللي بيقدر ينقل درجه الحراره. المفترض ان التصميم ده هيساعد في عمليه نقل درجه الحراره بكميه اكبر، ويبقى كده عندك عاملين نقل درجه حراره في عامل واحد، السائل والانابيب نفسها. فعلى حسب التصميم ده كميه الحراره اللي هتتنقل هتكون اكبر، والتوزيع على بلوكين الشرايح الالومنيوم هيكون افضل، بالتالي درجه الحراره هتكون اقل. ضيف على كده هيت سينك زياده على الرامات ودوائر الفي ار ام، عشان مش الجي بي يو هو الحاجه الوحيده اللي درجه حرارتها بتكون في الكارت عاليه. اخر مرحله في التبريد هتكون المراوح، زي ما قلت ان 3 اكس كنايه عن عدد المراوح اللي موجوده فوق الكارت. المراوح هنا معموله بباترن معين عشان يسهل عمليه سريان الهواء للكارت، وكمان يوجه الهواء في اتجاه معين اللي هو اتجاه هيت سينك. وده يرجعنا لميزه موفراها جيجا بايت في التصميم ده، المراوح الثلاثه ما بيدوروش في نفس الاتجاه، في مروحه واحده اللي هي في النص بتدور في اتجاه معاكس للاثنين. والفكره ان المراوح الثلاثه لو بيدوروا في اتجاه واحد هيخلق نقطه اضطراب، وده هيقلل من كفاءه التبريد، لكن دوران المراوح بالشكل ده هيخلي حركه الهواء سلسه وما فيهاش اي مشاكل، بالتالي التبريد هيكون احسن. انا شايف ان السبب الاكبر في فكره الالترنيت سبينج اللي هي المروحه اللي في النص اللي بتدور في عكس الاتجاه هو ان المسافه بين المراوح الثلاثه قليله، بالتالي كان لازم يكون في حاجه تمنع حدوث اي اضطراب في حركه الهواء. ضيف على كده ان ككل مراوح الافتر ماركت المراوح فيها خاصيه ال 3 دي اكتف فان، او في قول اخر ال 0 دي بي فان، بمعنى ان المراوح ما بتشتغلش الا لما درجه الحراره بتاعه الجي بي يو توصل ل 60 درجه، على عكس كروت الفاوندرز اديشن اللي المراوح بتفضل شغاله عمال على بطال. ده كان التبريد والمميزات والسرعة اللي مفترض الكارت ده يوفرها. ناخد الكارت ونحط في التجربة المنافس ليه من MSI والنسخة القياسية من انفيديا. جدير بالذكر ان نسخة MSI هي كمان بتيجي بنفس ترددات كارت جيجا بايت، يبقى غالبا الاتنين هيقدموا نفس الاداء، لكن اتوقع ان كارت جيجا بايت يلعب على التبريد والسعر. فخلينا نشوف الكلام ده بعد ما نشوف اداء الكارت على دقة عرض 1440 بي، بما ان دي الدقة المرجحة لكروت ال 2060 وال 1080 بي على الريت
تريسنج والدي ال اس اس على مواصفات السيستم اللي هتظهر لك حالا. زي ما توقعت بالظبط وزي ما شفت في النتائج ان الفروق بين كارت ام اس اي وكارت جيجا بايت مش موجوده، لكن الاثنين اتفقوا على كارت انفيديا الفاوندرز اديشن في نسبه تفوق توصل ل 4.5%. كذلك الوضع فضل زي ما هو في اداء اللعبتين باتل فيلد 5 ومترو اكسدوس على الري تريسنج والدي ال اس اس، وفرق الاداء بين الكارتين وكارت انفيديا كان 2%. الكارت مع كسر السرعه حقق تردد مستقر يوصل ل 2085 ميجا هرتز، ده قدم فرق اداء يقدر ب 5%. كسر السرعه تم على برنامج اوروس انجن، واجهه البرنامج سهله وسلسه التعامل، واستخدام الاو سي سكانر وصله ل 2070 ميجا هرتز. بس انا حبيت اشد الدنيا شويه عشان اشوف اخر الكارت ده كام. درجه الحراره اللي كنت حاطط عليها امل كبير للاسف امل خذلتني جدا. الكارت على الستوك اعلى من كارت ام اس اي بدرجه واحده واقل من كارت انفيديا بدرجه واحده، لكن هو الاعلى في عدد لفات المراوح، كل ده مع استهلاك طاقه 186 واط على الستوك و200 واط مع كسر السرعه. الكارت بيستقبل كل الواط ده عن طريق منفذ 1.8 بن، بينور لو الكيبل مش متوصل او بيعمل بلينكينج لو الباور اللي واصل للكارت مش مستقر. بمناسبه الباور، انت عشان تركب كارت زي ده في جهازك انت محتاج باور سبلاي مش اقل من 500 واط من ماركه معروفه، وجمله الاعتياديه يفضل ان يكون حاصل على شهاده 80 بلس برونز. الغريب مش في ان الكارت وصل لدرجه الحراره دي سواء على الستوك او على كسر السرعه، واللي بالمناسبه هي درجه حراره طبيعيه جدا مع استهلاك طاقه طبيعي جدا بالنسبه لكارت زي الار تي اكس 2060. لكن اللي كان غريب جدا هو ان الكارت ده وقت الايدل حقق درجه حراره ما بين 45 ل 50 درجه. دي بصراحه كانت غريبه جدا وشككتني في الجهاز اللي بشتغل عليه، لدرجه اني غيرته بسيستم تاني وفضلت هي نفس الدرجه وعلى اوبن بنش مش كيسه مقفوله. فاعتقد ان جيجا بايت محتاجه انها تعيد النظر في موضوع التبريد، وده ياكد لنا ان عدد المراوح مش بالضروره معناه ان التبريد هيكون احسن. ككارت ار تي اكس 2060 احنا متفقين ان الكارت هو الافضل سعرا ومميزات، واداء كارت ميد رينج بيدق اول مسمار للفئه السعريه دي في ريزولوشن ال 1440 بي، لدرجه اننا كنا بنقول ان كان من المفترض ان انفيديا تبدا بيه هو الاول مع الدعم في الالعاب للري تريسنج والدي ال اس اس، لان من غير اخر تقنيه من الواضح ان الجيل كله ملوش. انت قولها في الكومنتس احسن. ككارت جيجا بايت الكارت اداؤه ممتاز جدا، ما اختلفش عن ام اس اي لان الاثنين بنفس التردد، لكنه فضل متفوق على نسخه انفيديا. كسر السرعه كان ممتاز، التبريد كويس، والدرجات اللي قدمها مع الستوك او مع كسر السرعه انا شايف انها طبيعيه جدا، بس كان ممكن يكون افضل خصوصا في موضوع الايدل ده لو جيجا بايت تبني التصميم جديد مختلف عن التصميم القديم اللي ما اختلفش كتير عن نفس الكود من الاجيال اللي فاتت. بعيدا عن كل ده، الار جي بي موجود بس في منطقه واحده، وده قليل جدا خصوصا ان الار جي بي بالنسبه لعدد كبير جدا من الناس بقى شيء اساسي. لكن لو عندك سيستم كامل من جيجا بايت فالكارت بيدعم اضاءه ار جي بي فيوجن 2، فيكون في تزامن جميل كده بين القطع. مش شايف اي اختلاف كبير بينها وبين النسخه القديمه، اي نعم البرنامج بقى سلس اكتر وسريع بس المؤثرات قليله، زي ما اماكن الاضاءه في الكارت كمان هي قليله. سبحان الله توافق. سعر الكارت هو 390 دولار، متاح في مصر ما بين سعر 8700 ل 8900. لو هقارنه مع الام اس اي من حيث السعر، الاثنين سعرا بالدولار واحد، فنقدر نقول ان مفيش افضليه كبيره في السعر لاي واحد من الاثنين. الاداء واحد والتبريد الى حد كبير جدا واحد. لو كارت جيجا بايت اعلى بدرجه فمش شايف ان ده فرق كبير، ممكن تكون غلطه برنامج هنا مش حاجه كبيره، لكن درجه الحراره لا زالت ممتازه. يبقى هنا الموضوع في النهايه بيرجع لك انت واي براند من الاثنين انت بتفضل. بعد ما عرفنا اداء الكارت ومستوى استهلاك الطاقه ودرجه الحراره وقد ايه نقدر نوصل بيه لكسر السرعه، يجي في بالي سؤال تاني. الحقيقه السؤال ده ملوش علاقه لا بجيجا بايت ولا ميم صار. انا كمستخدم لو اتخيرت ما بين الار تي اكس 2060 والجي تي اكس 1660 تي اي او 1660 تي اي، اشتري مين فيهم؟ ده بقى اللي هنعرفه في حلقه ثانيه لما تعمل لنا سبسكرايب عشان يجي لك نوتيفيكيشن بيها، وما تنساش تعمل سبسكرايب لقناتنا الجديده ارتك، ولو حلقتنا عجبتك ما تنساش تعمل لايك ورايك تحت في التعليقات، واستنوني في الحلقه الجايه. Thank you.